الثامنة صباحا بالمستشفى العسكري الميداني ببيروت، العشرات من اللبنانيين قصدوا المستشفى للعلاج، وأولى المراحل تبدأ من هنا حيث تقاس درجة الحرارة ويتم توجيه المريض حسب طبيعة مرضه ومدى استعجاليته. المحطة الأولى، دونك أول حاجة كناخذوا جميع المستلزمات الاحتياطية بما فيهم المقياس ديال درجة الحرارة، ومن بعد كنشوفوا على عاوتاني درجة المستعجلات، واش حالة مستعجلة كتمشي مباشرة لمصلحة المستعجلات، إلا ما كانتش مستعجلة كنشوفوا فين غادي نصيفطوها على حسب الاختصاص ديالها. حكايات الجرحى هنا ببيروت تحكى بالدمع والوجع. لا الحمد لله ما نصبنا، طلعنا سليمين، بس راح صوتي على الاخير عاملي التهاب هلا بالحنجره، اكيد الصريخ اللي صرخني، الخوف اللي فيني. اتفتح براسي 15 قطبه وايدي 8 قطع وما عم بقدر حركها، ناطرين فرج الله وكتر خيركم انتم جيتوا وقفتوا مع لبنان. كثيرة هي الحالات التي قصدت قاعة العلاجات، ومتنوعة هي حالات الإصابة. علي أصيب في رأسه إثر الانفجار، لكن حالته ساءت بسبب تعفن على مستوى الرأس ولا يقوى على الكلام بشكل جيد. بعد إصابته استفاد من رتق الجروح بالمستشفى، اليوم يعاني من تعفن إحدى الجروح وغالبا سيحتاج إلى عملية جراحية. إقبال كبير على صيدلية المستشفى يقصدها من يعانون من أمراض مزمنة، فالمستودع الخاص بأدوية الأمراض المزمنة ببيروت دمر بشكل كبير بحكم تواجده بالقرب من مكان الانفجار. لاني مريضه حبيبي، انا جيت على شفت على التيفي المستشفى المغربي وقصدتهم لحتى يعطوني دواء، وعم بيلبوني وعم بيعطوني يعني، وعم يلبوا الناس كلها واقفين حد لبنانيه، والله يطول بعمركم. زار المستشفى الميداني في ثاني ايامه ببيروت 190 شخصا، اجريت لهم 450 خدمه طبيه من بينها 4 عمليات جراحيه.